الأستاذة الدكتورة أحلام يونس رئيس أكاديمية الفنون، عقدت مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل شروط القبول بمعاهد أكاديمية الفنون للعام الدراسي الجديد، وهي معاهد الفنون المسرحية، معهد سينما، موسيقى عربية، باليه، كونسرفاتوار أو معهد نقد فني أو فنون الشعبية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا. نشاهد. أعلنت أكاديمية الفنون التابعة لوزارة الثقافة عن فتح باب القبول لدخول دفعة جديدة للعام الدراسي 2018-2019 من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الأكاديمية. تضم أكاديمية الفنون المعهد العالي للباليه، المعهد العالي للموسيقى الكونسرفاتوار، المعهد العالي للسينما، المعهد العالي للفنون المسرحية، المعهد العالي للموسيقى العربية، المعهد العالي للفنون الشعبية، والمعهد العالي للنقد الفني، وفي طريقها لافتتاح معاهد أخرى جديدة تتبع الأكاديمية. حددت أكاديمية الفنون شروطا عامة للالتحاق بالأكاديمية، أولها أن يكون الطالب حاصل على مجموع 55% للالتحاق بمعهد السينما، ولا تقبل الأكاديمية الطلبة المقيدون في كليات أو معاهد أخرى، ولا بد من اجتياز اختبارات الكشف الطبي وتحليل المخدرات، ولا بد من تقديم الموقف من التجنيد، ولا يقبل الطالب الذي سبق قيده بالمعهد وتم فصله لاستنفاد مرات الرسوب، ولا بد للطالب المتقدم اجتياز اختبارات القبول المحددة من قبل الأكاديمية، كما يتم قبول الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا لنوع الإعاقة لتخصص كل قسم. ذوي القدرات الخاصة، حضرتك عارف ان احنا عندنا معاهد كثيرة في انواع كثيرة مختلفة من الفنون. معهد الباليه مثلا حركة، ولكن الحاجة الغريبة في معهد الباليه ان اوريدي تقدم ليها ذو الاعاقة اللي هما الاوتيزم والشلل الدماغي والداون، ودي حاجات صعبة جدا ولكن تغلبنا عليها ودخلوا العلاج انتظموا واهاليهم مبسوطين جدا. وهي دايما بس بتتغير في الثانوية العامة، يعني في مثلا جينا في سنة من سنين كنا بناخد ثانوية عامة سنتين بس ورا، يعني احنا النهاردة مثلا خريجين 18 فبناخد خريجين 17 و16، لكن السنه دي فتحنا شويه، نزلنا 16 نزلنا 15، لان في ناس كثيره عايزه تيجي، واحنا عايزين، احنا عايزين الناس كلها تتمتع باكاديميه الفنون. التعليم الموازي ملوش بقى شروط، يعني ممكن ثانويه عامه واخدها سنه 20 عايز يجي يدرس، اهلا وسهلا. اولا طبعا احنا فاتحين، احنا مثلا كنا متعودين بناخد مثلا حصيان ثانويه عامه او خريجين جامعه مثلا لمده سنتين قبل كده او ثلاثه، السنه دي احنا مزودينها شويه، يعني واخدين 2015 16 17 18. فاتحين فصول او فرصه لذوي الاحتياجات الخاصه، احنا تحديدا في اقسام التمثيل او الديكور او النقد وادب المسرح، احنا عندنا بعض الطلبه من ذوي الاحتياجات الخاصه متميزين جدا في قسم الدراما وقسم الديكور، لكن ما عندناش في التمثيل. السنه دي ان شاء الله ناخد في التمثيل، ممكن شفنا تجارب اتعملت لبعض ضعاف السمع او اللي ما بيتكلموش او كده، فان شاء الله السنه دي يبقى في فرصه ان هم يخشوا ويندمجوا مع زملائهم من الممثلين او الطلاب في قسم التمثيل، لان احنا حضرنا عروض مسرحيه هم موجودين فيها ومتميزين وقادرين، والفن لغه ساميه جدا، فهم مش من حقه يعني حرام نحرمهم من هذا الحق. فعشان كده الاكاديميه يعني فاتحه ذراعيها لذوي الاحتياجات الخاصه من المبدعين في مجالات الفنون كلها. الشروط تقريبا هي نفس الشروط، يمكن الحاجه الوحيده اللي بتبقى متغيره المجموع، يعني المجموع بيتوقف على حسب نسب المجاميع اللي موجوده في الثانويه العامه. السنه دي احنا قررنا ان القبول يبقى 65% حد ادنى كل الاقسام، ادبي او علمي حسب التخصص ما عدا قسم الصوت، لان قسم الصوت في مواد فيزياء وفي هندسه كهربائيه وفي الكترونيات، فبيحتاج ان هو يبقى طالب علمي، والا طالب الادبي اللي هو دخل صوت هيبقى عنده مشكله كبيره جدا في التدريس. الحقيقه الكونسرفاتوار اساسا هو بيبقى مميز، لان يعني كمؤسسه تعليميه يعني نقدر نقول حتى على العالم كله، يعني مش بس الشرق الاوسط، لان احنا بنبدا من تعليم من طفوله لحد التخرج ثم الماجستير والدكتوراه. ده لان بيتبني العازف من الطفوله
الى ان يصبح عازف، وكتير قوي بيوصلوا للمستوى العالمي لان الاساتذه اللي بيدرسوا لهم هم المتخصصين المحترفين اللي بيقدروا ياسسوهم من الصغر. بعض الالات بتتطلب ان هم يدرسوا من ثالثة ابتدائي، وده سن صغير قوي، وزي البيانو والفيولينا والفيولا والتشيلو والهارب. وبعض الالات بتتطلب ان هم يدرسوا من سن شويه متاخر اللي هو اولى اعدادي، زي الات النفخ الخشبيه والات النفخ النحاسيه والات والكونترباس. الشروط احنا زي ما شفتوا في المؤتمر احنا اتكلمنا عن الخطوط العامة للشروط، بعيدا عن المجاميع والحاجات اللي دارسين بيجوا ويقبلوها، احنا بنشترط الموهبة تكون ممتازة فوق ممتازة علشان نقدر الدارس يتعلم بشكل محترف زي ما قلت انا في المؤتمر. وما بنعتمدش كمان ان هو مجرد يبقى موهوب، هو موهوب علشان يبقى يجهز يبقى فنان كبير، ان كان عازف مهم او مغني كبير او مغنية كبيرة. أكاديمية الفنون هي أول جامعة لتعليم الفنون، وتعتبر ذات طبيعة منفردة في الوطن العربي، تهتم بصناعة وتخريج مواهب تسهم في بناء الحضارة المصرية بالفنون. سيد موسى، نهاية الأسبوع.